الشعب ضاع بين كلمتين، ما بين الحراك في الريف وما بين ما الواقع السياسي ديالنا. حنا لما كنتكلموا على الحراك في الريف، ما كل لا احد يعني غيكون ضد ما يطالب به الريفيون. ولو اننا نقول انا ضد هذه الكلمه ريفي جيب لي، احنا مغاربه وهؤلاء الناس يطالبون فعلا. هذا الاحتجاج في الريف له دلالتين. الدلاله الاولى ان هناك اناس يخرجون على اساس انهم مقهورين ومظلومين وما عندهمش مجموع من المؤسسات وما عندهم مجموع من المسائل اللي هي متوفره من مجموعه من المدن. وهناك اناس كيخرجوا عندهم حقد دافين على ما وقع في 1958 وما وقع في عهد السلطان مولاي حفيد. فهؤلاء عندهم تمويلات اللي هما ناس عايشين في اوروبا اللي كيمنيو عليهم هذا. ولكن هذا الشيء هذا ماشي هو اللي المهم. فعلا المغرب يعيش كارثه، يعني كارثه اجتماعيه في مجموعه المدن. الدار البيضاء مثلا، الا مشينا للاحياء ديال الكاريانات غادي نلقاو فيها ناس ما عندهمش لا كارت ناسيونال، غنلقاو فيها ناس باقي مهمشين. ولكن هنا مسؤوليه شكون؟ هنا مسؤوليه الدوله. راه ما كنتكلموش على الاصلاح، راه كيجي بالتدريج. ولكن مقارنه نحن مع الدول الاخرى، ما غنقولوش احسن من دول، ولكن ما غنقولوش كرف من دول اخرى. علاش؟ لان الوضع دابا الان اللي كنعيشوا فيه المحيط العربي ما كيسمحش اننا باش نقوموا بثوره ولا نقوموا بداك الشيء، لان الثورات راه سبقونا. ولكن ها مش واقع، سوريا كانت احسن منا، اليمن كانوا احسن منا، ليبيا كانت احسن بلاد في تصدير النفط. الان ما تقدرش تدخل ليبيا لانه كانوا الناس كيصدروا كيجيبوا الفلوس من ليبيا للمغرب. اليوم ما بقاش. حنا ماشي مع الثورات ولكن مع الاصلاح. نعم ضد الفساد، ضد الاستبداد، ضد نهيبي الاموال العام، ضد نهيبي الناس اللي كيفقرونا، ضد الناس اللي مهمشين، ضد المفسدين. اسمح لي، ولكن ماشي مع الفوضى، ماشي مع علاش؟ نحن كنا في حركه 20 فبراير، واحد مؤسسين حركه 20 فبراير، ولكن 20 فبراير لما كانت كتخرج المطالب الاجتماعيه كان كيخرجوا معها الناس، ولكن من ولات مطالب فئويه. انا غنقول لك الناس كاين اللي كيجي كيبغي يتصدر للوقفه الاحتجاجيه باش انه يولي واحد رمز باش يساوم على راسه، سوقه هذا، ولكن ما يركبش على المطالب ديال الناس، ما يركبش على المجتمع، ما يركبش على المعاناه ديال الامه. لان كنعرفوا الرموز في حركه 20 فبراير الان راه ولاو موظفين في شركات، ولاو في برلمان، ولاو مجموعه من الامور كيستخدموها الان اللي توظفوا بها، اللي كانوا هما كيحركوا فان فيفري. وفان فيفري علاش الشتات؟ علاش الشتات؟ حيت شتات الناس اللي كانوا قايدينها كانوا كياخذوا اموال خارجيه وكانوا كيقلبوا على المصالح الشخصيه ديالهم. هذا الشيء علاش شتت. الحراك الشعبي فعلا خاص كل مواطن يطالب بالحركه ديالو ويطالب بالمسائل اللي هي كتهمه، ولكن في ظل السلم وفي ظل الامان. ما كاينش شي واحد انه ضد انه باش يطالب بواحد المطلب اجتماعي، ولكن ضد انها تكون الفتنه وضد ان يكون شي حاجه اللي هي تخربق البلاد. وكنتمناو من الله سبحانه وتعالى يحفظ هذه البلاد ويحفظ الامن ديالها ويحفظ الناس ديالها ويحفظ جميع المغاربه، لان احنا المغاربه تعايشنا منذ سنين. ما كاينش فرق ما بين شلح وريفي. كتلقى جامع يأمو في وسط الدار البيضاء، كيأمو شلح، ولكن كيصلي وراه العرب عادي. احنا يوسف بن تاشفين بايعوه العرب باش يفتح الاندلس وكان شلح، ماشي مشكل. اللي غيسعى باش يفرق ما بين شلح وريفي فهو يسعى الى الفتنه والتطرف. كنتمنى من الله سبحانه وتعالى اننا نكون على قلب الرجل مع مطالب الاصلاح. واللي قال انه ضد الاصلاح راه مسطي. خاص مازال البلاد خاصها اصلاح، خاصنا مازال محاسبه المفسدين والناهبين المال العام. وشكرا.